كل الغزالات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي مرحبا بكم على القناه ديالي اول حاجه كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا تحت كل فيديو شكرا 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 بزاف الى كانت هذه اول مره اشتركي باش تكوني من العائله ديالنا وفعلي الجرس باش توصلي بالجديد ديالي دائما سينو الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك كما العاده دونك الفيديو ديال اليوم كما هو مشار اليه في العنوان عباره عن اول مشتريات مختلفه من ديكور مشتريات لي انا شخصيا خصوصا للزوج ديالي يعني بعض الاشياء باش ينظم المكتب ديالو وكذلك اشياء للتليفون المهم اشياء مختلفه ما شريتهمش في دقه واحده البنات يعني كانت كتجي فرصه نمشي لشي ماكازا وكنلقى شي حاجه كتعجبني وقلت لي اول غادي نبقى نجمع لكم في ان سول فيديو هكا باش ما تبقاوش تقلبوا عليهم بوغ لي بري الحاجه اللي عقل عليها غادي نقولها دابا اون ديريكت في الفيديو الحاجه اللي ما عقلتش عليها غادي نكتبها لكم يعني سور اكران غادي تشوفوا لو بري دونك ندوزو ديريكتومون لي برودوي اللي شريت دونك اول حاجه غادي نوريها لكم البنات خديت هاد لي بانو اديزيف سيلف اديزيف ديكوراتيف هادو كيصلحوا للديكوراسيون اللي عندكم شي موبل خصوصا الخشب اولا حتى الخشب سورتو شي خشب عندكم يعني تكرفس بزاف ولا فيه شيطاش اولا تهرس اولا طلع لكم اللون ديالو في الراس ديالكم هادو خديتهم من اكسيون البنات ما غاليينش غادي نحط لكم لو بري زوينين انا عندي جوج ديال لي موبل عندي موبل في لاصال دو بان كان عندي قديم في لاصال دو بان اون كولون فيها الزرق والبيض وانا بغيتها تكون لون واحد وكتبان الصراحه مسخه دونك غادي نحاول نغلوكيها ان شاء الله غادي نصور لكم لافون اي لابري دابا باقا ما بديتش بها وعندي ان اوتر موبل اللي كان في الكوزينه غتكونوا شفتوه بوا عادي هذاك عاوتاني غادي نغولو كيه باش غادي نديرو عندي في الديباغا نجمع فيها كالحويجات اللي ما كنحتاجهمش الاواني الصبابط دونك ان شاء الله هاد لي جوج ديال لي موبل غادي ندير لهم ان غولوكين وغادي نبارطاجي معكم هاد التجربه هادي ففي الاول خديت هاد الجوج الا ما قدونيش غادي نعاود نزيد منهم هادو دائما تيكونوا عند اكسيون ما كاينش غير في الكري هي حاجه ما لقيتش في البيض كل لقيت في البيض كل خديته كاينه في هذا الكري هذا كاينه في افي بوا كاينه بزاف ديال اللوينات والاشكال دونك هذا اول حاجه خديتها ثاني حاجه خديتها البنات هو هاد لو سوبور اللي كنحطوا عليه لا طابليت ولا التليفون اللي هو هذا بحال هاد الشكل هذا البنات الصراحه زوين ملي كنكون في الكوزينه انا كيعجبني نشوف لي فيديو نشوف لي غوسيت نسمع هكا الموسيقى اولا كتكوني كتهضري مع شي واحد في سكايب اولا في سناب شات سي بلو سي بلو براتيك في هاد اللعيبات هادو راه صابوش با البنات وحتى هنايا ساتيان فريمون التليفون غير كتشدوه وكتحطوه هكا اما كتحطوه بهاد الطريقه هادي ولا كتحطوه بهاد الطريقه هادي صراحه انا عجبتني بزاف هاد السوبور هذا عجبني في اكسيون كاينه في الابيض وكان في الكحل وكان في الدوري في الغوز جولد ما لقيتش في الابيض خديته في الكحل باش يمشي مع التليفون وهذا كان داير 1 اورو اي كالك دو فاصون جو في فو ميتر لي بري في ليكران هكا باش تعرفوا الثمن يعني الثمن نيشان دونك هذا كان بالنسبه للتليفون كذلك خديت هاد الملتي بريز من عند اكسون ما غاليينش كاينه هذه ديال 3 وكاينه وحده كبر منها كما قلت لكم في الكوزينه تحت لو بلان دو طرافاي غيجي واحد السيد يركب ليا هذه غيلصقها ليا باش نبقى نشعل داك لو ليد ونخدم لي ماشين والميكسور وداك الشيء دونك خديت وحده جديده الصراحه انا عندي ولكن بكثره ما تغبروا هذه ما قدرتش نقيها من الداخل وقلت صافي غادي ناخذ وحده جديده و حتى هادو ما كان هذه ما كانتش غاليه في اكسيون بلوك بريز انتريكتور فوالا هذه بالنسبه للكوزينه كذلك خديت هاد لو فيلم انتي ديرابون طابي انتي ديرابون اللي ممكن تقطعوه كيما بغيتو هذا اللي عقلتو البنات كنت خديته من الدي بريسك 5 اورو 4.99 اورو ومني مشيت لاكسيون في الاول ما لقيتوش ودابا هاد المره فاش مشيت لقيتو خديته
ثمن لا علاقة بالناس في اكسيون داير 3 يورو اي كالك 3.45 شي حاجة بحال هكا. دونك سي لو ميم برودوي لا ميم كاليتي نفس لا مارك نفس الفورنيسور البنات. دونك شوفوا الفرق، الدي جابهم ب 4.99 او في اكسيون جابو كيديروه دائما مره مره تيكون ب 3 يورو اي كالك. انا كنت عارفه كاينه في اكسيون ولكن حسبني ماشي نفس الماركه، قلت ربما الكاليتي راه تقدر اكسيون حيت موشي غير الكاليتي ديالو ما زويناش. والصراحه دغيا تسالى ليا البنات، يلاه درت به جوج ديال لي زيتاجير وواحد تيغوار وصافي دغيا ساليتو، ولكن سي تري افيكاس ملي كتحطوا المعلوله هذه ما كيتحركوش من بلاصتهم. دونك عاود شريت واحد اخر باش نكمل لي بلاكار ديال لا كويزين كاملين. تقدروا تستعملوهم حتى هكا فوق ان بلاطو ولا عندكم لي بارفان ديالكم باش ما يتحركوش من بلاصتهم. المهم عاطين لي زاستوس وكما قلت لكم نفس العبار. دونك بارفوا دي تروك في اكسيون واخا كيكونوا موان شير على دوطخ ماغازا راه بارفوا كيكون لو ميم فورنيسور لا ميم مارك. وانا صراحه قلت مره اخرى ما نعاودش نشري من الدي سي سيغ. عاود خديت من اكسيون هاد لا بواط هادي البنات طويله، خديتها في يد الله ما كنتش عارفه واش تجيني في الثلاجه صراحه. بور المومون كنفكر نديرها في الثلاجه، تخشاو ليا فيها دوك لي غولو ديال البات فويتي بات بريزي، ولا ديروا فيها الكاشير اولا لي شاركوتري. انا كنشري الشاركوتري بزاف، ديروا فيها الفرماج ما عرفتش ولا نقدر نديرها في البلاكار نجمع فيها لي كوفيرك ولا هادي. خديتها ب 1.60 جو بونس. المهم لحد الساعه غادي نستعملها في الفريغو. دونك هادي من اكسون. كاينه فورما اخرى كاينه مربعه كذلك بالنسبه للمطبخ البنات. جو سوي افون في المطبخ دابا، خديت هاد القريعات هاد لي بتي جار هادو لي بونبونيير. انا ديجا عندي بحالهم، كانت صيفطاتهم ليا الوالده من المغرب، يمكن كيديروا 5 دراهم، عندي مكتوبه فيهم الاسماء ديال لي زيبيس. ان شاء الله باغي نبدل دوك لي زيتيكات اللي فيهم لي زيبيس ديال المغرب شويه محفرين فيهم واحد المربع هنايا. هادو سامبل، هادو غير 69 سنتيم جو بونس، يعني مره هكا تاخذوهم وتبدلو لما عندكمش قريعات زوينين ديال العطريه. صراحه كيجيو حلوين في الحطه ديالهم وفي لا ديكوراسيون اون جينيرال. تقدروا ديروا لهم الخيوطه ديال هكا ديال القنب دي كورد وديروا فيهم واحد اللعيبات كيتباعوا نيت في اكسيون. هادشي اللي باغي ندير لهم من بعد باش نيفيتي نلصق فيهم شي حاجه ونكتب فيهم السميه ديال لي زيبيس، يعني باغي ندير بحال هذا الموديل هذا بدوطرو برودوي. دونك هادو خديت غير جوج لحقاش كما قلت راني عندي اصلا. كذلك من داكشي ديال الديكوراسيون البنات، مؤخرا لاحظت ما شريتش بزاف ديال كما قلت لكم مع الكوزينه، تنحاول نشري غير الحوايج اللي خاصني ولا فريمون كان ان فري كود كور. خديت هاد لوس ا كوسان اللي كانوا في هاد الشكيلات هادو، كان البيض والكحل ولكن مره كيكون مفرق مره كيكون البيض غالب على الكحل. المهم انا خديت هذا، الصالون ديالي فيه البيض والكحل بول مومون، ما باغياش نبدل كندير الالوان. عندي ثلاثه الالوان تقريبا الرئيسيين، البيض الكحل والكري. المهم شي مرات كندخل بحال هكا ديغرادي ديال الكري، كري فونسي، كري فاتح، مي بون كنحاول دائما ارجونتي سورتو. اي دوكو خديت هذا ما عقلتش على الثمن ديالو، الا لقيتو في لو تيكي غادي نخلي لكم. فيها 40 في 40 والكاليتي ديال هاد الكوسان هذا بالذات فريمون البنات توب غيانا دير. انت هنا مخدوم اي جو بونس كو سي في ما، ما عقلتش واش هذا اللي في ما. المهم ديال القطن ما مكتوباش فيه واش فيما، ولكن البنات الصراحه صحيح هاد الكوسان. خديت غير واحد هكا باش كيجيو زوينين لي كوسان، باش كيكون كل واحد في شكل، كل واحد في لون، كل واحد هكا تنسقوا بيناتهم اللوينات، ماشي بالضروره يكونوا كاملين كيف كيف. دابا مؤخرا كناخذ غير واحد ونحاول ندخل مع جوج الالوان صافي هكا باش كنبدل اللوك ديال لو صالون اللي كيطلع ليا في راسي. دونك خديت هادي، خديت غير وحده. وكذلك نكمل مع اكسيون عاد نوريكم حاجه اخرى. كذلك من اكسيون البنات خديت هاد التروك هذا من هادي شحال وانا باغا نشريه. كنت شفتو في واحد لاشين هاد لو تي لايت اولدر، هاد العيبه اللي كديروا فيها الشمع حامله الشموع. ولكن شنو المميز فيها البنات؟ ها هي كنوريها لكم في الصوره. سي اون بواط هكا كاري كديروا 4 ديال الشمعات وكتعطيكم لي في بانها فيها الشمع بزاف حيت فيها دي ميغوار الداخل. دونك هذه كنت شفتها في واحد لاشين
وكل مره كنلقاها في اكسيون كنقول من بعد نشريها من بعد نشريها، ما كانتش باينه ليا البلاصه فين نحطها. مي الصراحه دابا انا خديتها ولكن ما خديتهاش ليا. بروشينمون غادي يكون لا سيمين بروشين كاين العيد ميلاد ديال حماتي ان شاء الله، ودايره يعني غتفيتيه وخديته، وغندير معاه دوطخ تروك بيان سور. بكثره ما عجبني ليا البنات هاد لو تروك ديال الشمع، انا عزازين عليا الشموع الدار كامله تقريبا غتلقاو عندي فيها لي بورت بوجي بحال هادو. بكثره ما عجبني هاد لو تروك هذا شريتو ليها هي، دونك قلت لا بروشين فوا ان شاء الله وغادي نوريها لكم فشي اشا، غادي ناخذ وحده ليا غادي نحاول نوريكم كي داير بلا ما نخسر لو كارطون. صراحه هذا لقيته في اكسيون زوين 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 البنات، داير تقريبا 5 اورو ويستاهل الثمن ديالو. بحال هاد لي ديكو الا مشيتو لسونتراكور مثلا اولا لا فورفوي غادي تجيبوه بثمن اللي غالي. شفتوا البنات فيه لي ميغوار، فيه لي ميغوار، وملي كتشعلوا الشمع كيبقى يعطيكم داك لي في الداخل ديال الشموع بزاف، وهو لتحت واقف على واحد لو سوكل ديال الخشب، واقف على واحد لو سوكل ديال الخشب. البنات هانتوما شوفوا كيبان لكم ميغوار، دونك باش ما نخسرش هاد لومبالاج هذا غادي نخليه بحال هكا بور لو مومون باش نأومباليه. والصراحه داكشي ديال لانيفرسير كاينه ان غيون دايرينو سبيسيال ديال لي زانيفرسير سورتو الدراري الصغار، كتلقاو فيهم دوك لي بالون بالحروف بالارقام، كتلقاو ديك لي تروك اللي كيديروا للدراري الصغار طبيصلات ديال الكارطون. المهم لا ديكوراسيون ديال لي زانيفرسير في اكسيون سا نو كوت فريمون ريان، وكاينين تحت دي ساشي دي تروك اللي يعني تاومباليو بهم ان شاء الله. عندي واحد ليدي لقيت كلكو برودوي المره الجايه غنمشي نشريهم وغنوريكم كيفاش غاومبالي لي كادو ديال حماتي وكذلك لانيفرسير ديال راجلي اللي قرب حتى هو. دونك هذا بالنسبه للاكسيون. غنكمل معكم اكسيون عاد نوريكم حويجات اخرين. الزوج ديالي هادو المشتريات ديال امير، امير كيصلح المكتب ديالو كيصايب لو كوان ديالو ديال البيرو، حيت انا اشاك فوا كنبغي ندير المونتاج ولا نشوف شي حاجه كنمشي نجلس له قدام البيسي ديالو، ويعني ما كنخليهش يخدم في خاطرو، ديما كيلقاني شاده له البيسي ديالو. دوكو قررنا اننا نفرقوا كل واحد البلاصه لو بيرو دو طرافاي ديالو. دوكو بدا كيشري دي تروك باش هادي خديتها ليا البنات غادي نديرها في الكوزينه في لو كوان اللي غيكون فيه لا ماشينا كافي، كتب فيها هنا كوفي ولا شي حاجه. هادي كانت دايره شي 50 سنتيم البنات وكاينين فيهم الشكيلات، يعني هما عندها رجيلات بلاتي نوريها لكم. كنهضر بزاف دونك هكا كتوقف البنات، ما عرفتش واش تبان لكم بلاتي هكا كتجي واقفه ودايرين معاها الطباشير البنات. انا ما شفتش بان معاها الطباشير، دايرين معاها الكخي هكا كتكتبوا مثلا انا غنكتب لكم بيلا فيتا. المهم ما بركتش مزيان على الطباشير. المهم بحال هادو زوينين هكا ديروا بهم واحد لو كوان كافي شي كوان هكا بيرسوناليزي ديروهم عندكم في الدار ديالكم. دونك هذا كذلك امير خدا، دونك هادو المشتريات ديال امير. المسكه كما العاده قلت لكم تما رخيصه ودائما كياخذها تما، خدا هاد المنظم هذا البنات صحيح. زعما الصراحه انا في الاول كنت باغيه قلت له ناخذو لك، حيت قال لي كنلقى هذا هو الاخراني نلقاه في الغيون زوين يدير فيه داكشي ديال المكتب الكالكولاتريس لي ستيلو داك التخربيق ديالو اللي كيخدم فيه في البيرو. ودايرين هنا دي زيكزامبل داكشي علاش احتفظت بلو بابي الستيلو الغرافوز الكوتور لي بوستيت كلشي تجمع هنايا كما كتشوفوا. و سينو تقدروا ديروا فيه الماكياج اولا العطريه، هنا دايرين ديال العطريه والمعالق و لي سوفير. المهم حتى الماكياج تقدروا ديروا فيها البنات. هذه كانت دايره 2 اورو كلك، الصراحه الكاليتي ديالها زوينه. الا مشيتوا لاكسيون شوفوا هما البنات واش باقين، الكاليتي ديالهم واعره. مع دابا الدخول المدرسي كيحطوا هادشي ديال كيجيبوا هادشي ديال يعني ديال لا رونتري وديال الخدمه ديال لي بيرو بوغ طرافاي هذيك شي يكون اورغانيزي. دونك انا عجبتني هذه ما بغا يعطيها ليا مزيان ما بغاش ما بغاش
Voilà. كذلك شنو خدا مسيو امير خدا هاد لي بورت دوكيومون جو بونس كيتسماو دي بورت دوكيومون بورت بابيي هو عنده اصلا في هذا النوع ديال لا ماتيير يعني ديال البلاستيك مي ماشي صحاحين ودابا لقاهم في هاد السيله البنات ما عرفتش كاين الثمن هنا 1.99 سي جو مو رابيل وصراحه انا عجبوني هادو تقدروا ترونجيو فيهم حتى الوراق ديالكم ديال لاكاف ديال هكا ديال الخدمه لي فيش دو باي تقدروا ديروا فيهم بزاف ديال الحوايج خدا جوج قلت لي خاصك تاخذ شي ثلاثه مع انا الزوج ديال هادشي ديال الادمنستراسيون هذا يعني راه اصلا منظم داكشي داير بزاف ديال لي دوسي وكلشي مكتوب لي فيش دو باي ديالو لي فيش دو باي ديالي لي دوكيومون ميديكو ادمنستراتيف داكشي ديال ديال لي زامبو داكشي خصو يكون مقاد باش نهار كتحتاجوا شي ورقه كتلقاوها فاسيلمون دونك خدا جوج كان نتوما اللي شفتو كاينين جوج ديال الالوان البنات هو يمكن ما داهاش في الالوان مي الصراحه عجبوني لان الكاليتي ديالهم فريمون زوينه ديال الخشب احسن من ديال البلاستيك ان شاء الله هو دابا راه كيصايب لو بيغو ديالو منين غادي يتسالى ويقادو غادي نبارطاجي معكم كيفاش قادو وشنو دار فيه لان عنده مشتريات اخرى شاريهم من هادي شحال وراني فايته نبارطاجي معكم كلكو تروك باش نوريكم لو لوك فيلان ديال لو كوان ديالو ديال البيغو اللي كيخدم فيه صافي ودابا ساليت مع اكسيون فريمون غادي نوريكم شنو خديت هذا من ليدل البنات كانت واحد لوفر سور كاتالوج كانوا دايرين هاد جوج ديال لي اوس دو كوسان عجبوني فيهم دي زاناناس غير كل وحده في لون وحده بيضاء وحده كحله بوغ شانجي هكا البيت نعاس اولا في لو صالون انا وليت اكران عندك لي اوس ديال الكوسان ولي بونبونيير يعني الا خرجتي ستيل جديد ولا هذا خصني نشريه جلي كوليكسيون دونك هادو من عند ليدل الكاليتي ديالهم زوينه عجبوني غادي نجبد وحده باش نوريها لكم وصافو الكو كانوا دايرين شي 6 اورو البنات كبارين البنات انا قلت لكم انا باغي نديرهم في بيت الناس ها كندير ليهم كوفرتور اللي تجي معاهم شوفوا كي دايرين فيهم داك لو دوري ما عنديش انا شي حاجه ديطاي فيها الدوري عندي كلكو اكسسوار خزناهم مي ملي كنبغي نبدل كن يعني كنجبدهم وشوفوا الكحل كيفاش دايره البنات التو ديالو الصراحه زوين وغادي يجيو زوينين عجبوني انايا قولوا لي كيفاش جاوكم هادو من ليدل دونك بارفوا ليدل كتلقاو دي تروك ماشي غير زوينين فوالا وبالنسبه ليا انا مؤخرا كنت مشيت للسوبر يو كان تقاد عليا الحليب كنعطيكم الديطاي ولقيت هاد التقشرات البنات كاينين ديال الدراري الصغار وكاينين الكبار انا هادو جاو قدي هاد لي مي شوسيت خرجوهم ب 1 اورو هانتوما كتشوفوا فيها جوج ديال لي بير دانفيزيبل في كاينين ديال الدراري وكاين قلت لكم الطايات ديال الوليدات الصغار والطاي انا كنلبس 39 هادو جاوني مكتوبه فيهم ما عرفتش انا 36 40 مي انا جاوني في رجليا 1 اورو البنات جوج يعني بحال هكا مع لي باسكيت ما كيجيوش باينين انا في هكا في ليفير ولا هذا كيعجبني نلبس دي بتيت باسكيت بلا ما يبانو تقاشر دوك تقاشر الغلاط كنلبسهم غير في الدار وخديت اون دوزيام دو انكور دو بير 1 اورو دونك 2 اورو عندي 4 كانوا بزاف ديال الالوان البنات كانوا في الابيض انا خديت هاد الالوان هادو دونك هادو يلا شريتهم البنات يا ان جور دونك الا مشيتو دابا سوبر يو غادي نتلقاوهم والله الا ميزه واعره البنات خصوصا الا كانوا عندكم الوليدات راكم عارفين مع المدرسه وداك الشيء وفي الفليفير كنحتاجوا بزاف نبدلو تبدلو ليهم التقشرات ديالهم سيروا السوبر يو داك الغيون اللي كيديروا الغيون اللي كيكون فيه داك الشيء ديال الصابون هذا من مورا فين دايرين هذا الشيء وكذلك دايرين دي تي دوغي خرجوهم ب 1 اورو انا ما لقيتش غير الالوان اللي عجبوني كاينين في الاحمر ب 1 اورو فريمون جو بونس 1 اورو الا بقيت عاقله 1 اورو ولا 2 اورو مخرجين هاد لي تي دوغي كانوا دايرين 7 8 اورو وردوهم بجوج الاورو المهم كاينين اللوينات تختاروا فيهم انا غير ما لقيتش الالوان اللي تمشاو ليا مع الديكور ديالي كذلك خديت دي بونتوف البنات دابا الجو كيبدا يبرد وتقريبا كل عام كنشري جوج ثلاثه باش نبدل دابا مابقاوش عندي ديك اللي كانت عندي فيها شويه الضو رميتها وصافي خديت هذه من لو كلير كانوا دايرينها اون بروموسيون هي كانت 5 اورو 95 ما عرفتش كيبان لكم
وخديتها ب3,95 اورو، كانوا بزاف ديال اللوينات. خديت انا هاد البيتي بوا هاد العام خارج ليوبار وداكشي ديال لي زانيمو، مي ما لقيتش لاطي ديالي، كانت في الكحل والبيض ما لقيتش لاطي ديالي، دونك خديت هادي. مره اخرى نعاود ناخذ هذيك اللي عجبتني الا جابوها في هذيك لاطي، دونك زوينه ورطبه. المهم الكاليتي ديالها هي هذيك، كنتما كتشوفوا راه قاصحه هذه ديال الدار، نورمالمون هادو ما نخرجوش بهم بحال المغرب كنخرجوا بهم دونك هادي غير ديال الدار، البنات هكا في الدار تمشاو بها وصافي. دونك فوالا هاد هما المشتريات كيجيب ديال الله. هضرت بزاف، الا كنت كنهضر بزاف البنات خليوها ليا في التعليق، انا ما نبغيش نسطعكم، وقولوا لي الفيديوهات الكاليتي ديال الفيديوهات كيفاش كيجيوكم، وكنحاول انني نبدل المحتوى وكنحاول ندير سورتو الحوايج اللي كيعجبوكم. مثلا غندير اون غوسيت ما تيكونوش عليها لي فيو، ما كتكونش عليها لا رياكسيون، غندير لكم ان غاتو ولا شي غوسيت، ماشي بحال الا درت ان فلوغ، ماشي بحال الا درت ان اول ديال لي زاشا اولا اكسيون اولا قلت لكم اجو دوزوا معايا نهاري. دونك قولوا لي نتوما شنو كيعجبكم. ان شاء الله الكوزينه انا تقريبا ساليت، بعض الاخوات كانوا نصحوني قالوا لي كان عليك ديري اون فيديو خاصه ديري لنا جوله في المطبخ، راه هذاك الشيء اللي باغيه البنات، ولكن بحكم ان صافي 3 سمين وانتم كتساينوا ما بغيتش نخليكم تساينوا اكثر، وريتكم النتيجه تقريبا النهائيه، دابا ما بقى والو. وان شاء الله منين غنسالي لا كريدونس غادي نلصقها ونسالي داك التويشيه ديال الضو اللي وريتكم، ونصبغ ديك البلاصه اللي عندي ما مصبوغاش، كذلك غنحيد الكونجيلاتور لان الكوزينه عندي كتبان عامره ما فيهاش لي سباس بزاف ديال لي تروك، غنحيد الكونجيلاتور، غادي نحيد واحد لو موبل. منين غنسالي الكوزينه وغنصايب لو كوان روبا غادي ندير لكم جوله في الكوزينه كامله بالديتاي وبلي بخي. فالكوزينه انا خديتها من سي ديسكونت، غادي نخلي لكم لو ليان في الكوميونيتي في منشور مكتوب، حيت بزاف ديال البنات بغاو يشريو بحالها وبغاو يشوفوا الاثمنه ولي ميزور اللي كاينين. فانا منين ان شاء الله غنحط لكم هذا الفيديو غادي نخلي لكم في ما كوميونيتي، غادي ندير لكم امبوستي لكم لو ليان ديال سي ديسكونت اللي بغا يشوف بلوس دانفورماسيون على لا كويزين. اون اتوندون انني ندير لكم اون فيديو ديتايي، لحقاش بزاف بزاف ديال الاسئله جاوني تحت لا فيديو الاخرانيه، مي ما نقدرش نجاوب كل واحد بشحال خديت هذه وبشحال خديت هذه ونشرح ليه. جو بريفير انني ندير اون فيديو ونشرح لكم كل شيء. كذلك توصلت بمجموعه ديال لي برودوي، با مال دو برودوي هاد الايام، ومن بينهم واحد الهميزه اللي انا كومونديتها في بيرش بوكس حتى هي بارطاجيتها معكم. بقاو تشوفوا دائما داك لو بوطون اللي فيه كوميونيتي، فيه كنحط لي بوست اكري منشورات اللي مكتوبين. فالبنات اللي كيبغيو الهميزات واللي ساكنين في فرنسا مثلا، بيرش بوكس داروا مؤخرا اون بوكس ا 13 اورو، وغيجيكم معها عكر ديال الماك فابور، العكر ديال الماك بوحديته كيدير 20 اورو البنات، واللون ديالو غزال. غاد مور هاد الفيديو هادي ان شاء الله غادي نحط لكم لا فيديو خاصه بداكشي اللي توصلت به وبالهميزه ديال بيرش بوكس. سينو اون اتوندون سيرو شوفوا لو بوطون اللي فيه المنشورات. الحمد لله فوالا هذا ما كان البنات، دابا غادي نسد هاد الفيديو هنايا. كنتمنى ان الفيديو تعجبكم وتدعموني كما العاده بلايك ديالكم، تكتبوا لي اقتراحات ديال لي فيديو اللي بغيتو، وان شاء الله كنقول لكم الى الفيديو القادم. تهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم.